مغمض عينك ليه؟ وانا مخبطه بدماغي انت اللي بتغمض. اتصل دماغي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. صلوا على النبي نكسب الصلاه عنا. ندى جايب لكم فيديو جديد يا رب يا جبت. بص انا مش انا بشكركم على الفيديو بتاع امبارح. اه والله بجد ربنا يخليكم لينا يا رب. والتعليقات كانت حلوه قوي عجبتني بصراحه. امبارح انا قريتهم تعليق والناس اللي قالت لنا والله العظيم انا ما كنتش اعرف ان الفيديو بتاعنا طلع ترند على التيك توك. ما كنتش اعرف هو طلع ترند بس مش عندنا حد خد الفيديو خد منه الحته ديت بس يعني الناس شافتنا وعرفتنا. والله انا ما كنت فاكر الحته دي غير ما اتفرجت عليها. والله انا بقول نفسي بالضحك. انا بقول انا في دماغي ازاي يعني ايه انا في ايدي المكرونه بقول لها فين المكرونه دي. افتكرت بقى ان انا ايه المكرونه كانت ناشفه وكنت عاوز اعمل فيها مقلب. فين المكرونه دي؟ مش مكرونه شكلها مش حلو. لو الناس بتقولي في الكومنتات كنت لبست طبق. والله انا نسيت اصلا المقطع ده خالص. لا والكومنتات على التيك توك تموت من الضحك وكلها جميله والله العظيم بجد. هو واحده خدت المقطع ده بس وحطيته عندها بس طلع ترند وكومنتات والناس كلها خدته وشيرت الصوت وعملت الصوت. وبصي كمان ايه الناس واخده صوتنا. انا والله ما خدت بالي الناس واخده صوتنا وايه يعني اتفرجت على حته مش فاكرها يعني اتفرجت على حته عند ناس يعني. عند الناس والصوت ففريال بتقول لي ما صوتنا اهو. قلت لها يا بنتي ده صوتنا. طب استني كده ادقق. قعدت ادقق لقيت فعلا صوتي. هو باين قوي بس لا ما خدتش بالي والله. لا مش عين ده كمان انا كنت بتفرج على حد تاني بيعمله يعني واخد الصوت ومركبه على فيديو على الفيديو بتاعه. لا بجد واتشار جدا على التيك توك عقبال اليوتيوب يا رب نفسنا نطلع ترند على اليوتيوب ان شاء الله باذن الله بكم ان شاء الله والتعليقات بتاعتكم الكومنتات والمشتركين. خلاص احنا قربنا على 90,000 فاضل 1500 كده وخلاص ان شاء الله نقفل ال 90. يلا بقى همكم انا بقلب عشان الشطه. ايه الفيديو بتاع النهارده؟ فيديو خفيف كده ما كناش هنعمل حاجه النهارده. لا ما كناش هنعمل. قلت له في محشي. قال لي مش هنعمل فيديو محشي تاني. قلت عشان ما بقاش متكرر بقى قال لي طب خلاص انا عندي فكره حلوه. وكفايه اللي احنا عملناه فيكوا واللي هي عملته فيا في الكشري. فالناس بتقول لي بيقول لي الناس بتحبنا نطلع كل يوم فمش ينفع ما نطلعش النهارده. قلت له طب ما انا مش هطلع في المحشي. قلت لها خلاص لنعمل فيديو لنعمل بس افتكرت اللي فيه متوشه النهارده. يعني هنخلص الاكل دلوقتي ان شاء الله. ونتفرج على ماتش الزمالك طبعا عشان ياسين قاعد كده جنبنا قاعد ايه على نار. والله العظيم احنا بعد تفكير كتير احمد قال لي طب ايه رايك نعمل بيض مسلوق وندومي. الفيديو ده فكرتي انا على فكره. قلت له والله هيوديني حقي كده هيجيب مشاهدات صراحه. قلت له كده مش هيجيب مشاهدات يا احمد. لا 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 قال لي بس ان شاء الله يجيب مشاهدات. ان شاء الله هيجيب مشاهدات هيجيب مشاهدات. وطبعا معانا الفيديو لحد الاخر هيعجبكم جدا 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 ان شاء الله. بس انا جايبه الشوربه لوحدي. انا ما رضيتش اخليها تقشر البيض عشان البيض ما بيتقشر. قلت له اقشره قال لي لا بيبرد واللي بيبقى العيال ما بتقدرش تاكله. لا انا مش عايز شرب. انا هعمل انا ليه من غير شرب. يلا نبدا يلا عشان ايه استنى بس ما تحججيش. استنى كده لسه ما قلبتش. انت قلبت وخدت راحتك. انا جبت الشطه عشان الشطه على الوش فعامله في وشي. عامله في وشك والله. تخليني اعطس. يلا بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيداني في الاندومي يقعد يسحب كده. الله الله يا بت يا فرياله يا بت. انا ما بحبش الاندومي مستوي شويه. انا ما سويتوش. انا اصلا اول ما فرفره واحده رحت طافي عليه رحت غرفاه على طول عشان كده. أيوة الحمد لله ما اتهرقش. مفلفل وجميل. بصي انا عندي فكره حلوه برضك عشان ايه نخلي الفيديو كده يبقى حماس ان شاء الله. البيضه بتاعتك اللي انت هتاكليها احنا عاملين صحيح عشان ما نسيت اقول لكم 10 بيضات 5 ليها و5 ليا. البيضه اللي هي هتاكلها هتكسرها على دماغي وانا البيضه اللي البيضه اللي انت هتاكليها هتكسرها على دماغي وانا البيضه اللي هاكلها هتكسرها على دماغي. ايه ده ليه؟ عشان انت عايز تنتقم مني ولا ايه؟ لا لا والله بالراحه بالراحه مش بالراحه. ايه؟ لا بالراحه. ده بيقول لي بالراحه ده بتعرف ان فخي جيب لي التكف في المخ. لا طبعا مش هعمل كده هيموتني. طب خدي جربي انت الاول اهو. لا لا جربي انت الاول اهو اهو انا واقف اهو اهو. لا يوجع الدماغ. انا مش هيجي لي قلب اللي انا اخبطها. والله الله يرحم الكوبايه. طب الكوبايه كانت غصب عني. اه غصب عنك. لا والله مش مصدقه. تقول لي انت اللي جبت دماغك فاكرها؟ لا انا خايف. اتفرجوا على الفيديو القديم ده بتاع الكوبايه. انا تنيتني مثلا الكوبايه ايه وكان عاملين فيه نظام الحوار مش فاكر. دوم الكور 2 اكس. تنتنا عيد في الحته ديت واسمع التكه الله يخرب بيتك. ايه التكه دي؟ التكه ايه طرقعه؟
وهي في الاخر بتقول لي تصدق جامده جامده ايه ما هو جاب الدم استدم ولا طب يلا بس يلا عشان ما نطولش الفيديو ده عايز ايه جربي انت الاول اهو عشان تقدر انت مش هيجي لي قلب والله مش هيجي لك قلب يا شيخ والله العظيم اه انت مش قصدك ايه طب يلا طب يلا اهو يعني انت كسر لي واحده في دماغي وانا كسرها ان انت تاكليها كسرها على دماغي ولا انا اكسرها ولا انا اكلها اكسرها على دماغي يا خرب دي يبقى كده جالي اتكاف في المخ وش لا لا اعمل بالراحه يلا الله اشرب الراحه لا اوعى ايدك اوعى تموتني اهو اهو بالراحه والله جاب لي اتكاف في المخ طب بالراحه اه استنى ما كسرتش يا لهوي انا حاسه ان بشرتي اتقشرت والله بتوجع المشكله بقى ما بعرفش اشرب بايه انا بقعد اشرب في البدايه ربع ساعه التحدي على الاندومي كله ها الاندومي كله والبيض يا لهوي دماغي وجعتني وربنا والله انا مش عملت جامد على فكره ياسين قاعد عمال يقول لنا خلصوا عاوز يتفرج على الماتش ما تدعم ياسين شويه هرب انا عاوز اتفرج عليه انا اتفرج عليه وبعد كده اخرج هاجل مشوار يا حد يا ربي ما اعرفش اشرب بيت بجد يا لهوي ده يقعد ساعتين يقشر في البيت حمد الله يقعد ساعتين يقشر في البيت هات يا عم اقشر يا ست وانا متضامن معاها عشان هي بتقشر لي مش هاكل غير لما تقشر لا والله فكر خير ده انت يا خرابي شفط البيض ولا شفط ما بعرفش اقشر البيض والله بيضايقني حتى البيض ما بيعرفش يقشر يا ربي طب يلا انا جوعت كده وقت ايه طب بص اطقش كمان كم واحده في دماغك عشان لا اما ناكل خد يا بابا اطقش بصي يا سابلي فيها قشره اهو هنعمل لك ايه ده انت بوظت البدايه خالص بص انا بقشرها بكل سلوسه ازاي بنت فرياله دي بنت يا فرياله يا بنت اهو شايفين هتقعد تزلني بقى اقشر البدايه بصوا طب يلا انا مش هقدر ابدا اهو يلا انا مش هبدا وانت كلت نص البدايه انا ما بحبش البيض مسلوق قوي بس يلا استنى استنى مقلب بس نزل ايدك عشان اعرف الله قلت لي استنى مقلب وهي شايفه بقى نص البيض انا لو كسبت وعملت مقلق عقاب وانا ضامنه الحته ان شاء الله ان هكسب عشان بحب الاندومي اول بيض المسلوق هحلق له نص دقن همشيه بنص ونص لا عشان يروح يحلق وانا لو كسبت تسامحني سامح كريم ماشي المعلقه دي تابعوا الفيديو يا جدعان وركزوا فيه يعجبكم قوي 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 وهتشوفوا بقى ايه شوفوا البيض هو مين اللي بيكسب شوفوا البيض هو جاب لي اتجاه في المخ انت لسه ما خدتيش البيضايه؟ اكلتها؟ اه اكلتها نقرب الطبق عشان الاندومي بي ايه؟ سلمى قاعده بتاكل اندومي جوه مستفته الاندومي الاندومي ايه؟ الاندومي حلاوته مع الميه استنى يا احمد لا استنى ايه انا عاوز اكل انت عايز تموتني انت عايز تموتني تقتلني عايز تجيب لي ارتجاج ما تقوليش عليا انا عارفه وانا اتحبس انا عارفه يا اخويا سلمى بتشجع جوه بتلعب ماتش لوحدي ما شاء الله بقى يلا يا احمد يلا بالراحه هتقوم بالراحه اه استني بس عشان ما اعرف اشرب لا وحياة ربنا انت بتكمل تكسر على دماغي اه دي هتتقشر بسرعه ان شاء الله انا عايزه واحده حلوه كده تكون جامده كده انا ناشفه على فكره اه ناشفه مش بالعرض ما تخسرهاش بالعرض من على الجنب والله بالجنب ايه ده؟ ده بصوا بتعمل بالحته اللي ما بتتكسرش والله العظيم من النص اهو اهو بصوا بصوا وربنا ما رد تتكسر هتكسرها انا عشان انت بتعملي بالحته الرخمه ايه ده؟
انت بتغمض عينك ليه؟ وانا مخبطه بدماغي انت اللي بتغمض بتسمي دماغي ده انا مخبطه هنا واللي بيتغمض عينه. طب استني بس انا هفضلك دلوقتي بس اشهر ام البيضه اللي الله يخليك البيضه اللي بقى لها ربع ساعه في ايدك. ماشي يلا اهو اهو استني اهي قربت تتقشر الحمد لله اهي اهي الحمد لله الحمد لله تمت بحمد الله. استني بس عشان ما اكونش فيها حته ولا حاجه تضايق بس خلاص اهو يا سيدي الله يستر كسرها. والله بص من جنب اهو نصها عشان ما تبقاش لا انا ممكن اسحب اوعي اكسرها لك انا اهو وجعت له دماغ والله انا حاسه بدماغه. لا والله العظيم جميل صدق البيضه صغيره مدملكه كده. لا بجد فيديو جميل وفكره حلوه فكره حلوه يا احمد اهنيك عليها. لا اله الا الله خرب بيت كده والله العظيم حاجه حلوه قوي انا عماله دي ده انت قريت عليا من ايه بيضه صغيره ومدملكه فناشفه. بص انا منقي البيضه عامله ازاي؟ اهو اقعد يا سينو بطل لغوشه في قلب الكيس. هي البيضه غريبه الصفار بيبقى في بق الواحد اهو هي ما شاء الله ما شاء الله. الله يا سلمى بتبعد اهي صفرت لي على على صدري حابة اكل اندومي بالميه. يلا عشان قربت اخلص انا هخسر البيت كله على دماغك ورا بعض واقعد اكل سيب الله اكبر. يلا شريك واحده يلا بسرعه. لا مش ورا بعض شويه كده اكل اندومي بس الاول. براحتك انت بقى بس مش هتكسر في دماغك ده عشان دماغك احمرت. لا امال ده امال ايه بصوا اه والله مش عارف باينه باينه في الفيديو والله اهي بصوا والله باينه اه احنا خالص صحيت ربنا ده بعملها يا جبن ده بتدب بالراحه كمان والله ما عملتيك مش عايزه كده. انا البيضة الصغيرة دي بقى ان شاء الله مش هتتكسر. ده انا في دماغي دي بقى. يلا انا كسبت خلاص يا انا خلصت اهو انا وانا بقول هعمل عقوب هعمل ما عقاب في حلو. يلا عشان انا لو كسبت مش هسامحك. اه بص يا جماعه خلصت اهو ما شاء الله ما شاء الله. انا عايز اشرب الميه كده. يلا اشرب ايه ولا اشرب انا؟ لا مش قادره دلوقتي. اديها سلمى اديها سلمى تشرب. خد يا سلمى يلا خش خش يا سلمى. شطور. يلا اشرب لي بضاي. يا ربي يا احمد دماغي صدعت. لا تكسر انت ولا تكسر انا. معلش يا جماعه طعن عشان سلمى 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 دخلت ظبطت الدنيا وقعت نص القشره في الارض و... وعايزه وخدت الزيت وخدت كوبايه الميه اللي بشرب منها هي دماغها في الزيت دي. يلا هتكسري انت ولا اكسر انا عشان انت المفروض اللي تكسره بعد كده انا. ما انا مش قادره كنت بستنى اكسرها انا. ايه واحده مدملكه زي لا لا ما تنقيش واحده بس برضه نقيت الصغيره. انا بحب الصغنن عشان اكتب. ماشي استنى عليا. انت واخد بيضه في ايدك ليه؟ ما عشان اكسرها بعد ما انت تخلصي. اهو اعمل انا ايه؟ والله بتنقي الصغيره. طب والله اهو يا لهوي. بص بتنقي الصغيره. لا خدي بقى اهو يا عم. لا سيبي اقشر انا. اتفضل اهو. نص ضرب في وشي اساسا. عشان تبطلي
خد يلا لقيتهم اهو. بس بس ايه؟ بس ايه من اللي انت بتعمليه فيا؟ بصوا يا جماعه انا بدلت لها بيضه وهي بتغير وعلمتها وعمال اقلب في البدايه عشان ما تاخدش بالها منها. استنى منديل، استنى منديل، استنى يا سلمى، يا سلمى اتخ ما تجيش هنا، استنى يا سلمى ارجعي ورا، ارجعي ورا، ما تجيش هنا واتخ. وبيني وبينك انا ضربتها بفترة عشان هي صدعت دماغي فنص البيضة سنطر عليا انا كمان. انزلي تحت عشان اتخ. انزلي يا سلمى. يا لهوي على هدومي. بصوا اللي انت بتعمليه يا صلاة العشرة. وقيت انا داخله اغير قلت لها خلاص مش عشان والله العظيم يا احمد ما هسيبك. بدلتها انا خفت بقى اللي هي تيجي في ايديها وايديها تحط ايديها عليها، بس انا علمتها وايه ومداري العلامه بتاعتها. علمتها بايه؟ حطيت عليها نقطه في الماستر الزرقاء كده. والله العظيم لو اوريك ما هسيبك عشان انا امنت له. اقفل يا احمد عشان مش عارفه اتحرك والبيضه مغرقاني ومغرقه الفرش خالص تحت. يا رب يكون الفيديو عجبكم وقولوا لها تستاهل في الكومنتات ووصل الفيديو ده ل 5000 لايك. ماشي. وانا عاوز تعليقات رهيبه. انت زعلانه من كده؟ البيت دخل في عيني وحياه ربنا دخل في عينه ونزل على خدودي. انا عايزه اوريكم هدومي. بصوا بصوا والله وانا هدومي بهدله. وبصوا التيشيرت من تحت كده. والله العظيم هديك بالكميه. هديك بالكميه. هديك بالكميه. ودماغي صدعت. لا دي مسلوقه. انا حاطط واحده بس والله. يلا يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساوش الاشتراك واللايك. قولوا له احسن والنبي قولوا له احسن. يلا.